ناشد ذوو المغيبين والمفقودين في سامراء محافظ صلاح الدين والجهات المعنية بالتدخل لمعرفة مصير أبنائهم ومكان احتجازهم من أجل التخفيف من معاناتهم، خصوصا وأن سنوات طوال مضت عليهم. ما اي مشكله ما عندهم، هم راحوا يجيبون اغراض من المعمل مال الحصوا والرمول، بيت الكتار يجيبون حصوات ورملات، من تلاقيهم بطريق يم نهايه سامر رمغادي يم الملعب، كان شيء اخذوا الولد وخلوا التلكتر ما برا بالشارع. ما نعرف اللي احنا الجهه اللي ماخذتها 100% ما نعرفها. طالب الدوله ان تشوف حل للشغله هاي، عوائلهم وين تروح، اطفالهم وين تروح، نسوانهم وين تروح. انا طالب اقول ما رايدين حل الشغله، ولا احنا مو على المود هاي. وباب عيشتهم هسه صعب علينا برقابنا، ما عرفنا من 2015 و14 واللي جاي ما عرفنا اي شيء. احنا نطالب بولدنا يعني، ونريد من السيد المحافظ محافظ صلاح الدين ان يهتم بهذا الموضوع. ومن سنه 2014 وليدنا انفقدت، ما يصير هيك يعني، واحد لازم يتقي الله. والوليد هذه اللي راحت وانفقدت خلي اهلها يواجهوها ويشوفوا لها صوره حال كافي. عاد 5 سنوات او 6 سنوات هاي مو قليله، خلي يحققون ويقولون يابا فلان شخص عنده هيك قضيه او عنده مثلا هيك شغله. فنريد نشوف هي شنو الجريمه اللي مسويها حتى نشوف لها صوره حال، ترهم لها صوره حال حتى نحلها، ما ترهم لها حتى نعرف بانه هذا الشخص وراء هذه الجريمه واكو شهود عليها. مو ياخذون ويمشون وما نعرف مصيرهم وين، وصارت عوايننا برقابنا. الله وكيلك، لا رواتب ولا كل شيء، قاعدين وسقوطات وبنات برقابنا. ابن اخويا اعتقل من 2014 لحد الان ما نعرف عنه كل شيء، لا يعرفون سيارته، هو سيارته راحوا، واخويا هسه مجلوط ومرته مجلوطه، ولا عندهم احد يعينهم. عنده نسوان اثنين واطفال ونساء، بس النساء والاطفال، مسكن ما عندهم، باب معيشه ما عندهم، يعني كل شيء ما عندهم، حالتهم حاله. يعني يريد يشوفون لنا حل، يشوفون ينطونا اسماهم، يشوفون خلينا نواجههم.